سهلا. دكتور، أريد أبدأ من الحديث الذي بدأ علنا عن مشروع قد تلكأ كثيرا خلال 10 سنوات التي مرت، هو مشروع مترو بغداد. هل فعلا تم التعاقد مع الشركة لتنفيذ هذا المشروع؟ ما هي الشركات التي قدمت للتنافس عليه؟ شكرا جزيلا أستاذ نجم. مترو بغداد مشروع حلم البغداديين أصبح الآن حقيقة إن شاء الله. كان هنالك تأخير كثير في تنفيذ هذا المشروع، كانت هنالك مجموعة مشاريع ليس بالجدول المطلوبة، كل وزارة لديها مشروع معين يغطي مساحة صغيرة جدا من المدينة. الآن أصبح هنالك مشروع كبير تم رعايته من قبل دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شيع السوداني، نعم، ودعم الكبير لهذا المشروع. وصلنا إلى 7 خطوط تغطي 85% من المدينة. تم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع الذي سيقوم بإدارة هذا المشروع من طرف الحكومة، والآن نحن بصدد تحليل العطاءات التي تم تقديمها. دعينا إلى الحقيبة الاستثمارية لأن تشترى من قبل الشركات العالمية. كان هنالك تجاوب كبير، أسئلة كثيرة وهواتف كثيرة ومراسلات كثيرة تلقيناها قبل أن تشتري هذه الشركات الحقيبة الاستثمارية. أيضا تم الإجابة عن جميع هذه الأسئلة. الآن نحن بصدد يعني تحليل هذه العطاءات التي تم تقديمها من قبل مجموعة تحالفات بلغت 3 تحالفات، كل تحالف يحتوي على ما لا يقل عن 8 شركات متآلفة فيما بينها بتحالف. تقدمت هذه الشركات الآن إلى التحليل الفني لعروضها. نعم. التحليل سيقوم على جانبين، التحليل التقني والتحليل المالي. التحليل التقني يختص بمن هذه الشركات وما إمكانياتها وشنو خبراتها في هذا المجال. هي شركات عالمية كبيرة، أسماء رنانة في مجال النقل بالمترو. وأيضا سيكون هنالك التحليل المادي اللي هي مدى يعني وجود الأموال المخصصة لتنفيذ هذا المشروع من قبل المؤسسات التمويلية العالمية، سواء كانت بنوك أو سواء كانت مؤسسات. سنقوم بتحليل جميع هذه المعلومات التي وصلتنا من خلال عروضهم، من خلال استشاري المشروع، وبإشرافنا سنصل إلى العرض الأفضل الذي يخدم مشروعنا ويخدم عملية النقل في بغداد ويخدم كمترو عالمي متطور، ونختار الأفضل منه وإن شاء الله سنقوم بالإعلان عنه بأسرع وقت ممكن. دكتور، يعني أنتم الآن لم توقعوا مع شركة بعينها، وهل هذا المشروع سيتم تمويله بقروض خارجية أم أن الأموال مرصودة بالموازنات الثلاثية؟ لا قروض ولا موازنات. من خلال تحليل دولة رئيس الوزراء للموازنة أعتقد ذكر أنه لا يوجد هنالك قروض مستقبلية. المشروع هو استثماري 100%، سيقوم المستثمر بتوفير المال وسيقوم المستثمر بالصرف على هذا المشروع وإنجازه، من ثم يقوم بإدارته لاسترداد أمواله وما يستجد أيضا من عملية تشغيل بالتعاون مع الحكومة ليكون هنالك حصة للحكومة في هذه العملية. إذن هنالك أموال تأدي من قبل المستثمرين وليس لها أي علاقة لا بالموازنة الثلاثية، نعم، ولا لها علاقة بقروض. طيب، قياسا بما موجود الآن من مشاريع مترو عالمية، شو تصنف مترو بغداد بالنسبة لهذه المشاريع القائمة بالعالم، وما هي أبرز الشركات العالمية التي ستدخل في هذه الحقيبة الاستثمارية؟ أنا لا أصنف المشروع، بل تم تصنيفه من قبل بعض الجهات المهتمة في هذا الموضوع مثل المجلات العالمية التي تطرح مثل هكذا مشاريع ومثل، نعم، هكذا مناقصات. هذه المجلات صنفت المشروع المترو كأكبر مشروع مترو في المنطقة حاليا بمسافة 148 كيلومتر، ممكن أن تتوسع إلى 148 كيلومتر أخرى. عدد المحطات 64 محطة، هذا عدد كبير من المحطات يغطي مدينة
معناه هذا أنه المترو سيخدم قطاعات ضخمة من هذه المدينة. إذن التصنيف يأتي من الخارج وليس من الداخل، هناك جهات متخصصة ستقوم بتصنيف مشروعنا، وفعلا الآن نحن نقرأ في هذه المجلات وفي هذه المنصات أنه مشروعنا هو من مشروع عالمي كبير. وأيضا الشركات التي تقدمت إلى المشروع، هنالك شركات كبيرة يعني من اليابان، من ألمانيا، من سويسرا، من إسبانيا، من فرنسا، من الهند، من الصين، يعني شركات عالمية ضخمة متخصصة في القطارات لا نستطيع أن نعلن عنها الآن حتى نختار الاستثماري المستثمر الذي سيفوز بهذا العقد. طيب. ومن ثم نعلن عن الشركات التي ستساهم معه، ولكن جميع الأسماء هي أسماء براند، هي أسماء متخصصة في عالم القطارات، نفذت معظم أو كل القطارات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. إيش قد مدة إنجاز المشروع؟ يعني متى سينتهي العمل منه كما مخطط له؟ كما مخطط هو 48 شهر، ولكن هنالك أحد هذه الخطوط سيعمل خلال أقل من 20 شهرا يعني. هذا اللي طلبناه من المستثمرين، والجميع استجابوا لهذا الشيء طبعا. طيب. فلذلك نحن الآن بصدد دراسة وتحليل المشروع لكي نقوم بالمباشرة بالتنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأتوقع إن شاء الله إذا مشت الأمور كما مخططين لها الآن سيكون هنالك إعلان في الشهر السادس والمباشرة في نهايته. على بماذا ترد؟